صغيرة هي مساحة التسلية التي يمكن أن يتحصل عليها اليمنيون في يوميات حياتهم الممتلئة تفاصيلها بالكثير من الألم والمعاناة. هنا في المكلا وكغيرهم من شباب اليمن يجد أبناؤها في هذه الشاشات المجانية العملاقة الخاصة بعرض مباريات مونديال كأس العالم 2022 بقطر مساحة وإن كانت صغيرة للهروب من واقع ويلات الصراعات والحرب التي أثخنت البلاد أكثر من 8 سنوات. أولا يعني رغم المعاناة واللي كل الناس تعانيها في محافظة حضرموت بشكل خاص وفي اليمن بشكل عام، إلا أن الناس تهرب من هذه المعاناة وجاءت تتنفس وتشاهد الحدث العالمي في الكأس العالم المقام في دولة قطر الشقيق، وهم يعيشون هناك بأجواءهم، نحن عشنا بأجوانا والحمد لله. يعني أنت لو بتلاحظ ما شاء الله تبارك الله، وكان ماشي حاصل في البلاد رغم التنغيصات ورغم المحاكات، لكن الحمد لله الكل عايش. يعني نصب مثل هذه الشاشات العملاقة في عدد من الشوارع والساحات الرئيسية في المكلا والشحر وغيرها من المدن يأتي ضمن ما وصفته السلطات المحلية بخططها للاهتمام ودعم القطاع الشبابي والرياضي بالمحافظة وتمكينهم من عدم تفويت مجريات الحدث الكروي الأهم عالميا. طبعا بهذه المناسبة ساحل حضرموت أيضا اليوم ضمن هذه البطولة يدشن الشاشات الرياضية من أجل تنفيس على الشباب وتحقيق رغباتهم وميولهم، خاصة في ظل هذه الوضع المضغوط عليهم في الجانب السياسي، الجانب الاقتصادي، الجانب الاجتماعي. تتيح هذه الخطوة للشباب في مدينة المكلا والمعروفين بولعهم الكبير بالرياضة ونجوم الساحرة المستديرة فرصة للاستمتاع بمشاهدة المباريات وأداء المنتخبات التي يشجعونها بعد أن تعذر عليهم ذلك في المنازل جراء التكاليف المالية العالية للاشتراك بالقنوات الرياضية الناقلة للحدث، وهم الذين يواجهون بطالة في صفوفهم بلغت نسبة 50%. معتز النقيب، يمن شباب، المكلا.